الساعة 11:55 دقيقة اتقبلها قراءة ودعاءات تويتر على اروع عياري بخوض قربة ألبرت كيوسو بيافا. طلعت أنا على الأفلوع، أفلوع بيكون مرستب على مجان دافيد أدون، وصلت على الزراعة أول واحد. شفت في الزراعة شاب، وكمان كانت بنت معه شاب، اثنينهم مطبوخين التالت بوقع اليوم، ووضعهم حرج كتير كتير للأسف الشديد.